أهلا بكم طلابي الأعزاء، ودرسنا النهاردة هيتكلم عن أحمد بن طولون ومحمد بن طغج الإخشيد. تعالوا بينا نتعرف على كل شخصية من الشخصيات دي وأهم إنجازاتها وإزاي تمت تولية مصر أو إزاي حكموا مصر. أول شخصية نتكلم عنها هو أحمد بن طولون، وحكم عهده كان أو تولية مصر كانت في عام 254 هجريا 868 ميلاديا. أحمد بن طولون هو تركي الأصل ونشأ في بغداد وتلقى العلوم فيها، عمل قائدا لحرس الخليفة المتوكل العباسي، وانتقل إلى مصر للحكم بعد وفاة الوالي بكباك التركي. أصبح أحمد بن طولون واليا على مصر، وتم تأسيس الدولة الطولونية بتولية أحمد بن طولون حكم مصر. طب إيه هي أهم أعماله؟ من أهم أعماله أنه هو كون جيشا كبيرا قويا مدربا على أحسن التدريبات، وأنه تم توسيع ملكه والاستقلال عن الدولة العباسية، وضم مصر إلى بلاد الشام وأصبحت دولة واحدة، بقت مصر والشام بلد واحدة. نشر العدل ومساعدة الفقراء والاهتمام بالزراعة وإقامة الجسور وحفر الترع، وشيد البيمارستان لعلاج المرضى وجعل العلاج مجانا، والبيمارستان دي يعني المستشفى، البيمارستان هي دار للعلاج وتدريس الطب في العهد الإسلامي. تعالوا بينا نعرف ايه هي حكاية مدينة القطائع. بنى ابن طولون مدينة القطائع شمال شرق الفسطاط، واتخذها عاصمة واطلق عليها هذا الاسم لانه جعل لكل طائفة من اتباعه قطعة من الارض للاقامة فيها. بنى مسجد شهير جدا اللي هو يمتاز بمأذنة ذات السلالم الخارجية واسواره العالية. تعالوا بينا نعمل مقارنة بين مدينة القطائع ومدينة الفسطاط. مدينة القطائع بنيت في عهد أحمد بن طولون في شمال شرق الفسطاط، ومن أهم معالمها جامع ابن طولون. أما مدينة الفسطاط فهي بنيت في عهد عمر بن العاص بجوار حصن نابليون بمصر القديمة، ومن أهم معالمها جامع عمر بن العاص. فمدينة القطائع اللي بناها أحمد بن طولون، أما مدينة الفسطاط اللي بناها عمر بن العاص. ثانيا هنتكلم عن شخصية محمد بن طغك الإخشيد وتولية حكمه من 323 هجريا 935 ميلاديا. محمد بن طغك الإخشيدي كان تركي الأصل، وهو مؤسس الدولة الإخشيدية في مصر، وأظهر شجاعته في صد الهجمات الدولة الفاطمية، ولاه الخليفة العباسي ولاية مصر ومنحه لقب الإخشيد. طب إيه هي أهم أعماله؟ أعاد الأمن والأمان والنظام للبلاد، زاد مركزه في مصر والشام حتى وصل للإشراف على الحرمين الشريفين الكعبة والمسجد النبوي. حرص على الاحتفالات بالأعياد الإسلامية والمسيحية، وبهذا جعل وحدة وطنية واتحاد بين المسلمين والمسيحيين. حمى البلاد من المخاطر الخارجية، وكمان اهتم الإخشيديون بالعلم والعلماء والشعر، وكان أبرز العلماء هناك المتنبي هو الشاعر المعروف، والكندي هو المؤخر المصري المشهور. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. معنا فهم نتعلم ببساطة.